بونجور بونجور حبوباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا صافا الحمد لله. جيتكم اليوم فيديو جديده واللي هي كيفيه الاعتناء باليدين. بما انه البلاصه اللي ساكنه فيها انا بارده بزاف والجو تاعها مختلف بزاف على الجزائر، كي نجي لهنا يولوا يديا يعانوا من النسيم وهذوك التقشار وهكا، مهم يحرشوا كاع ويولوا كارثه. جيت اليوم ندير لكم فيديو جديده واللي هي كيفاش نعتني بيديا. كيما راكم تشوفوا، شوفوا راهم شويه هنايا، المهم راهم شويه حرشينيتو. وجدت هذه باش نديروا لهم القوماج. القوماج هو اللي نديروا لوجهي، نديروا اليديا، نديروا دي فوا الرجليه، وقت نديروا كي ينوض لي الشعر تحت الجلد. وجدت هذه البادا باش ندير فيها القوماج. هذه شوفوا كي شابه. هذا الباكاجين تاع توني مولي. توني مولي هذه اون مارك تاع كوريا، يديروا شوفوا الباكاجين تاعهم كي شباب. هذه لا كريم شريتها تاع يدين، وكي كملت راني غارديت الباطا باش ندير فيها القوماج. نحتاجو عفسه هكا باسينه ولا عفسه كيما هكا، ندير فيها الماء دافي، يكون سخون شويه، ما يكونش دافي تاع 37 درجه، يكون سخون شويه. ندير فيها الماء ونحط يديا لمده 10 دقائق حتى لربع ساعه، وندير فيه الماء ما نديروش وحده، ندير فيه جل اليدين ولا انا راح ندير هذا دوف. ديري فيه صابون اليدين ولا، وحطي فيه يديك 10 دقائق ولا حتى المهم انا صايي يعني خليتهم حوالي 10 دقائق. المهم نتوما ما ديروش كيما انا، باسكو انا ما درت ني تليفون ني حتى حاجه، ودرت يديا هكا حسيت بالصماطه 10 دقائق وانت قاعده غير هكا قاعده. نتوما ديروا ايباد قدامكم ولا قابلوا تلفزيون ولا ديروا حاجه باه ما تحسوش بالملل. راني نوصي فيكم. المهم نحكم هذا البطاطا راني موجدها، ديروا في حاجه اللي تساعدكم. انا كنت ندير في هذه باش نبلع عليهم غارديه عندي. ندير هذا زيت زيتون عندي، ها وليكم راني درت زيت زيتون. دروك ندير السكر ودروك نخلط يولي عندكم هكا هذا القوام. هذا كنت تشوفوا فيه لكم، انا نكثر السكر شويه ويلي بان شغل السكر مخلط بزيت زيتون. ندير هذا القوماج هكا فوالا، وحكو نغسلهم ونرجع لكم. دروك هاني غسلتهم ومسحتهم، النتيجه تشوفوها من اول استعمال. دروك طريقه الترطيب، عندي هنايا زيت اللوز، زيت جونسون للاطفال هو مليح مرطب للبشره، وديروا وحده هكا تاع فيتامين او. هذه فيتامين او مليحه بزاف، انا نديرها مام لشعري. تخلطوهم وديروهم ككريم مرطب للبشره تاعكم ولا لليدين. مام اللي ما عندهاش زيت جونسون دير غير زيت اللوز مع فيتامين او بزاف، واللي ما عندهاش فيتامين او دير غير زيت اللوز بزاف ثاني. المهم زيت جونسون وفيتامين او برك، فيتامين او يغذي البشره مليح بزاف للبشره، وزيت جونسون مرطب جيد، يديكم يبياضوا ويروح لكم هذيك كون داير لكم كيما نقولوا النسيم، يروح لكم ويديكم يبيضوا يرجعوا هايلين. هذا ما كان كملت الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نكون فدتكم وتهلاو في رواحكم وبسلامه.